واخيرا يا ناس باركولي حصلت ترند تيك توكي للمكياج وايد عجبني. هذا ترند مكياج جديد اسمه كراينج ميك اب، مكياج للصياح. يعني ما ابي افاول على احد، ان شاء الله ما حد يصيح يعني حق اسباب يعني حزينه، بس اللوك وايد كيوت. يعني تعرفون لين احنا نصيح شنو يصير؟ يصير في احمرار حول العيون على الخشم طبعا، والشفايف بعد من فوق تصير كذي باوتي كيوت. سووا منه ميك اب لوك، انا الصراحه اول ما شفته عجبني، ما اقدر اكذب عليكم، احب هالاشياء. اليوم بسوي لكم توتوريال الكراينج ميك اب لوك، مكياج للصياح. الخطوات جدا سهله، اللوك وايد كيوت. احس انه ما ادري شلون بيكون شكله في الحقيقه، يعني اذا انا طلعت بهالمكياج، بس اظن حق التصوير يجنن. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك. ويلا خلينا نبدي بالفيديو. نبدي بالفاونديشن، انا باخذ الهلو هابي فلولس برايتنينج فاونديشن، بحط طبقه خفيفه كلش ما يحتاج انك تكثرين الفاونديشن، لان anyways التركيز كله بيكون البلاش والتنت اللي تحطينه، بس ابغيت ان اوحد لون بشرتي اول. يعني شايفين حرفيا نقط بس، حتى مو بلازم تسوون هالخطوه، بس اي اماكن يكون عندي تصبغات احط عليه الفاونديشن. الحين التركيز كله في التنت، زين تقدرون تستخدمون بلاش بس انا ابي استخدم تنت، وشفت وايد ناس يستخدمون تنت بعد، وباخذ اللف تنت. اهم شيء تعرفون وين تحطونه، يعني فكره وانتم لين تصيحون وين يصير في احمر على الخشم دائما هني. ما بستحي بحط اكثر. قبل لا انتقل للمنطقه الثانيه باخذ فرشه صغيره وبدمج. جدا مهم انكم تدمجون بفرشه عشان يكون كذي بلوري، تعرفون انه يكون شكله مندمج. لا تستحون تحطون حول خشمكم بعد. بزيد طبقه ثانيه كذي نقط صغيره اقربها على فتحات الخشم، وبعد هني على جنب، وندمج بالفرشه. تقدرون تستخدمون اصابعكم عشان تدمجونه على برا بزياده يكون شكله ناتشرال. اخذ اللي باقي على الفرشه وادمجه تحت عيوني عشان يبين منتفخ شي منفوخ من الصياح. نتابع هذه النزله اللي موجوده تحت العيون، وشفتوا عشان كذي ما احتجنا كونسيلر، عشان يعني شو الفائده بنغطيه بعدين. وننتقل للخدود، طبعا للحين ما خلصت باستخدام التنت، اوديه على فوق بهالطريقه، وهالمره بستخدم اصابعي عشان ادمج لانه ما بيكون شكله بيرفكت، عارفين؟ واللي باقي ادخله في كسرة العين. اهم شيء في هذا اللوك الدمج عشان يكون شكله طبيعي. بأركز التنت في هاي المنطقة لان في نهاية اليوم هذا اللوك مكياج، فبيبين انه في بلاش. نحط شوية هني بعد، بس ادمجه كذي مسي. للحين ما خلصنا من استخدام اللف تنت، نحط نفس المثلث في الطرف الخارجي من العين وندمج. اهم شيء في هذا اللوك انه ما يكون في اي خطوط يعني قاسيه، فاهمين علي؟ انه يكون كل شيء بلندد بطريقه حلوه، كل شيء لازم يكون مندمج. واللي باقي على الفرشه اوزعه على جفن العين. بس ابي اسوي حواجبي قبل لا اكمل اللوك، وباخذ ال 24 hour brow setter وبمشط حواجبي على فوق وعلى جنب. باخذ الـ Precisely My Brow Pencil عشان املي الفراغات الموجودة. واحدد حواجبي. نكست قاعدة اخذ شوية جلتر واحطه في الطرف الداخلي عشان يبين كنا لمعة دموع، شايفين؟ ونحط الجلتر بعد عند فتحات الخشم عشان هاي المنطقة تكون رطبة واحنا قاعدين نصيح، ونوديه عند الشفايف لين الشفايف. خذيت هايلايتر على صبعي وبس قاعدة اطبطبه في وسط الجفن وبعد بهاي المنطقة. يو جايز انا وايد عاجبني اللوك. ننتقل للشفايف، لف تنت هني في هاي المنطقة، وبعدين اخذ الفرشة اللي استخدمتها قبل وادمجه عشان يكون بلوري. احدد شفايفي باللف تنت واسوي نفس الحركة بالفرشة، ادمجه بهالطريقة. حطيت الجلوس مالي والحين ارجع باللف تنت واحطه في وسط الشفايف. شفت وايد ناس يحطون جلوس في هاي المناطق يعني تحت العيون عشان يكون يلمع اكثر، بس انا باخذ فازلين لان احس بيعطيني لوك رطب اكثر. ويا هاي اللوك لازم تسوون طبقات وايد، حسيت لان الحين انا بدخل مره ثانيه بالكوكي هايلايتر، وبحط الكوكي فوق الفازلين. باخذ الباد جال بانج وبحط ماسكارا، وابي الصق رموشي ويا بعض، ولا تنسون الرموش التحتيه بعد. وهذا هو اللوك النهائي. حبيت وايد حبيت.
اكيد. فان شاء الله عجبكم توتوريال مكياج الصياح، اكتبوا لي في التعليقات شنو رايكم، واذا صدق يبين شني صايحه ولا لا. ادري انه هو كل شيء الحين اكزاجريتد، يعني وايد ضفنا اشياء زياده، بس تخيلوا في التصوير. اذا تبوني اسوي ترندات مكياج اكثر نفس هذه كتبوا لي في التعليقات. كتبوا في التعليقات بعد اذا ممكن تجربونه ولا لا. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.